متابعينا الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا بكم وجولة جديدة في أسواق المال والأعمال والطاقة والشركات حول العالم. وجولة جديدة لليوم الاثنين 9 أكتوبر 2023، والبداية بالعناوين. بورصات الخليج الكبرى تنخفض بفعل الصراع في الشرق الأوسط. مجلس الوزراء الإماراتي يعتمد الميزانية الاتحادية ب 192 مليار درهم خلال 3 سنوات. الأمريكية كلوديا جولدن تفوز بجائزة نوبل في الاقتصاد لعام 2023. بنك إسرائيل المركزي يصارع لإنقاذ الشكل ببيع 30 مليار دولار. أمريكا تدرس اتخاذ خطوات جادة لضمان تطبيق سقف سعر نفط روسيا. الروبل يتراجع أمام الدولار لأدنى مستوياته في 18 شهراً. بانكير، نبض البنوك. تراجعت الأسواق الكبرى في منطقة الخليج في التعاملات المبكرة الاثنين، وذلك بعد أن زادت وتيرة التصعيد في غزة من أجواء الغموض السياسي في المنطقة. وتتواصل أعمال العنف في قطاع غزة الاثنين، واعترفت إسرائيل بأن المعركة تستغرق وقتاً أكثر مما توقعت بعد مرور أكثر من يومين من شن حماس هجومها الخاطف عبر السياج الحدودي لقطاع غزة. وتراجع مؤشر السوق السعودي بنسبة 3.1% مع نزول سهم أرامكو عملاق النفط 0.6%. وفي أبوظبي تراجع المؤشر 1.3% مع هبوط أكبر بنوك الإمارات، وهو بنك أبوظبي الأول 1.9%. وهبط المؤشر القطري بنسبة 1.8% مع تراجع سهم بنك قطر الوطني أكبر بنوك الخليج بأكثر من 2%. أقر مجلس الوزراء الإماراتي اليوم الاثنين الميزانية العامة للاتحاد 2024-2026 بقيمة إجمالية 192 مليار درهم. وقال الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي في تدوينة على إكس: أقررنا خلال الميزانية العامة للاتحاد والتي تتوزع في عام 2024 على قطاع التنمية والمنافع الاجتماعية بنسبة 42% والشؤون الحكومية بنسبة 39% والباقي موزع لتطوير البنية التحتية والأصول المالية والاقتصادية للحكومة الاتحادية. منحت جائزة نوبل للاقتصاد اليوم الاثنين للبروفيسورة كلوديا جولدن من جامعة هارفارد لأبحاثها حول المرأة في سوق العمل. وقالت لجنة نوبل خلال إعلان الجائزة إن جولدن قدمت أول وصف شامل لدخل المرأة ونتائج سوق العمل عبر القرون. وأضافت اللجنة أن بحثها يكشف عن أنماط جديدة ويحدد أسباب التغيير، ولكنه يتحدث أيضاً عن المصادر الرئيسية للفجوات المتبقية بين الجنسين. أعلن البنك المركزي الإسرائيلي اليوم برنامجاً لبيع ما يصل إلى 30 مليار دولار في سوق النقد الأجنبية بهدف تقليل تقلبات العملة المحلية الشكل عقب الهجوم الكبير لفصائل فلسطينية على المستوطنات ومدن الكيان. وكبدت العملية الفلسطينية الجريئة اقتصاد الكيان المحتل خسائراً فادحة قدرها بعض الخبراء ب 100 مليار دولار، وخسرت أسواق المال نحو 20 مليار دولار في الساعات الأولى من الهجوم النوعي. تستعد الولايات المتحدة لاتخاذ إجراءات صارمة ضد التهرب من العقوبات المفروضة على صناعة النفط الروسية في محاولة لدعم نظام جديد لتحديد سقف الأسعار والذي شهد تراجع فعالياته. وقالت وزيرة الخزانة جانيت يالين في مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال إن الولايات المتحدة من المرجح جداً أن تتخذ خطوات لفرض حد سعر 60 دولاراً للبرميل والذي فرضته الولايات المتحدة وشركاؤها على مبيعات النفط الروسية. تراجع الروبل الروسي الاثنين وسط عدم تمكنه من الاستفادة من ارتفاع أسعار النفط العالمية إثر تراجع المعروض من العملات الأجنبية في السوق المحلي. وأوضح أليكسي أنتونوف محلل الأسواق لدى ألور للوساطة في حالة ثبوت توقعات وزير المالية الروسي بشأن زيادة الحصيلة الضريبية من شركات الطاقة خلال أكتوبر، فإن شركات النفط سوف تلجأ إلى زيادة مبيعاتها من العملات الأجنبية بصورة كبيرة لتسوية مدفوعات الضرائب.
كانت هذه نهاية الأخبار، وكنت معكم أنا سارة مجدي، شكرا للمتابعة. بانكير، نبض البنوك.